على مستوى التعليق، نحن بحاجة إلى استمراريتها. اليوم شفنا بعض العناوين للأسف، وخاصة في بعض الصحف الإماراتية، أشارت إلى أن علي حميد يكتب السطر الأخير في دورة كأس الخليج، وهذا من خلال ما أخذته من تصريحات منك في الحقيقة خبر أحزننا كثيرا، لأن علي حميد قد لا يمثل فقط مجرد معلق، هذا ليس لكلام الاستهلاك الإعلامي، وإنما يمثل في الحقيقة مدرسة تتبعت مراحل هذه البطولة، عايشت دورات كثيرة سواء خليجية قارية عالمية. أنا آسف أبو محمد، إذا كان هذا طبيعي بيكون مؤثر، لأنك أنت أيضا تواجدت يمكن هذه البطولة من بدايتها يعني. فأنا كنا صراحة نتمنى أيضا استمرارية مثل هذه الأسماء، لأن فعلا نحن بحاجة إلى الاستمرارية هذه الأسماء. الحقيقة أقول لبطولة الخليج وداعا لك، وكنت أتمنى طبعا. شوف في النهاية لازم نحط حد يعني للموضوع، انت عارف انا الحمد لله 20 بطولة خليجية، يعني كل شيء تغير علي. زملائي اللي كانوا معي، اللي توفى الله يرحمه، الله يرحمه، واللي اعتزل، واللي يعني خلاص، يعني حقيقة حتى المناخ بصفة عامة ما كان بالنسبة لي. تدري اليوم انا اتكلم عن عناصر موجودة وياي اليوم اصبحت اعتبرها قد عيالي، يعني أنا بديت من هني، ويعني الحمد لله اخترت الوقت المناسب أن أنتهي هني. خلاص يعني سنة الحياة. بالنسبة لبطولة الخليج، يعني علاقتك ببطولة الخليج، أنا علاقتي ببطولة الخليج قوية جدا، عشان كذي هذا التأثر الكبير. أنا يعني أخذت القرار بقناعة، يعني أني أنا أني أنهي مشواري خليجيا هني، رغم أن حاجة تحز في نفسي، لكن لا حول ولا قوة. يعني ما كان بالنسبة لي خلاص لابد أن يكون للموضوع نهاية، وسأستمر على الأقل يعني محليا لفترة، ما بتكون فترة طويلة كذلك، يعني حتى محليا ما بتكون فترة طويلة، يعني قد لا تتجاوز السنتين الثلاث، وبعدين حتى جهلي الإعلام حبقى في الإعلام موجود، ولكن نعم. لكن على سؤال علي يعني نحن يعني يمكن كان بداياتنا في متابعة المباريات كرة القدم سمعنا صوت علي حميد، واليوم هذا الاسم يعني يعلن نهاية هذه المسيرة الجميلة اللي طالما استمتعنا فيها، ما استمتعنا فيها فقط مع منتخب الإمارات، مع منتخباتنا الخليجية عامة. صوت علي حميد كان الصوت العربي المحب للكرة العربية بشكل عام. لما يلعب منتخب عمان يكون علي حميد عماني، لما يلعب المنتخب السعودي يكون علي حميد سعودي. ترى على فكرة من الصعب أنك تجد هذا المعلق بهذه الوضعية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أنا أقول الحمد لله أن 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 واحد مثلك من أمثالك ماخذ هذا الانطباع، وهذا شيء حقيقة يعني شهادة نجاح لي. هذا أنت اللي كتبته في الحمد لله أبو محمد. وبعدين أنا بحب أضيف لك شغلة، أن في دوري الإمارات أنا حتى الآن مش معروف ميولي لحد الآن، والله العظيم حتى أولادي اللي هم أقرب الناس لي ما يعرفون ميولي. أنا يعني هذه من ضمن أسراري. أبو محمد، كيف ممكن نوصل هذا الفكر إلى معلقين الشباب حاليا، إلى الإعلاميين الشباب بشكل عام؟ مو يعتمد عليهم هم أصلا، يعني يعتمد عليهم، لازم هم ينمون.